جدال بين القبول والرفض، بين ما هو مسموح وما يتم منعه من كتب الأدباء ضمن مقاييس الرقابة في الكويت. هناك طموحات كبيرة لتطوير آلية الرقابة على الكتب في وزارة الإعلام على مستوى تأهيل دورات تدريبية خاصة للحصول على رخصة الرقيب، وهذه تبدأ بإذن الله في الأسبوع القادم. أيضا هناك شراكات راح تكون مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالجانب الثقافي والأدبي. الكتب الغير مجازة التي تم منعها تحتوي على العديد من المحاذير الرقابية التي جاءت بقانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006، وهي المساس بالذات الإلهية وبالصحابة الأخيار وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، استخدام كلمات وعبارات صريحة مخلة بالآداب العامة وتخالف القوانين المعمول بها بدولة الكويت، المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية، والحظ على كراهية أو ازدراء فئة من فئات المجتمع. نحن يهمنا المصلحة العامة ويهمنا مصلحة الثقافة في الكويت، والكويت يعني منذ القدم كانت منبع ومنبر للثقافة وللأدب، فبالتالي حرصنا الشديد تم دعوة كافة الأطراف للمشاركة في هذه الندوة، وإن شاء الله إذا الله أراد راح تكون هذه الندوة لها يعني مشروع تكاملي. في ظروف اقتصاد سياسية صارت طلبت هذا الإجراء، لأن يمكن في بعض الكتب تؤدي إلى الفتنة، في بعض الكتب متطرفة، في بعض الكتب فيها أشياء مثلا تؤثر على فئات المجتمع، خصوصا أن الكتاب يدخل كل بيت ويكون في متناول الجميع. وزارة الأعلام تؤكد على حرصها على دعم الكتاب وتشجيع دور النشر ضمن القوانين المنظمة لهذا الشأن، وأبوابها مفتوحة للتعاون التام مع الأدباء والفنانين والمثقفين، ويشرفها دعم أي عمل يخدم الحركة الأدبية والفنية والثقافية بدولة الكويت. عائشة المديني، تلفزيون دولة الكويت.